السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات كتير جدا بيبقى عندك لوحة اوتوكاد وعايز تحولها لدي اكس اف او تحولها لبي دي اف او لصورة او مثلا ملف اس في جي. فالموقع دوت بيوفر لك الخاصية دي من غير ما تحمل اي برامج، مش مطلوب منك تطلب اي حاجة خالص، وموقع خفيف. وفي ميزة كمان، لو انت عندك مثلا لوحة اوتوكاد 2024 وعايز تسيفها 2020، كل اللي عليك بس ان انت تيجي هنا وتقول له انا عايز الاصدار مثلا تكون 2000 او 2004، اي اصدار انت عايزه. يعني ممكن تقول له انا عايز انزلها ل 2000، فكده بيعمل لك سيف از للنسخه بتاعتك من غير ما تسطب اي برامج خالص. وممكن تسيف لو انت عندك لوحه مثلا دي اكس اف يحولها لك لدي دبليو جي. كل اللي عليك بتقول له انا عايز احول من ايه لايه. تمام، زي ما انت شايف في حاجات كتيره جدا. دي الحاجات مثلا الخاصه بالملفات، الصوت، ملفات الاوتوكاد، ملفات الدوكومنتس، في حاجات كتير جدا تقدر انت تسيف. حتى الفيديوهات تقدر تسيف من اصدار لاصدار اخر، كل ده من غير ما تطبع خالص. مجاني او مجاني، لكن لو الملف مساحته كبيره او كده او ملفات كتيره هتضطر ان انت تشتري حاجه. مثلا عندك في باكج هنا مثلا ب 17 دولار، او تعمل اشتراك مثلا ب 9 دولار في الشهر وهكذا. لكن انا قدرت احول الملفات اللي انا عايزها بدون امشي خالص، ما طلبش مني حاجه لان كانت مساحتها صغيره. بعدين انت بتعمل حساب، لو الحساب الكريدت بتاعه خلص ممكن تعمل اكونت تاني مجاني. فالموقع انا جربته كتير جدا وكان كويس في موضوع التحويل.